يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أوريدو. شو نقول لك نورمال؟ حاب نزوج بيك انتي؟ تعرفك رايح على هذا الموضوع. روزا باباها جزائري وامها ايطاليا وما عندهمش بزاف اللي رجعوا يعيشوا في الجزائر. وقانون العرس الجديد واش يقول؟ يقول بلي العروس كي تدخل هنا نوض عليه الفجر وترقد على 12 تاع الليل. دوك نشوفوا يا لالا روزا اذا بقى يحبك واحد في هذا الدار. راني رايح نزوج عليك عايشه. لا هكت مسخر. انا عمري نسيت بلي عندي يما، حبيت نسقسيك ولا تقدري تجي لعندي. الدراهم اللي كنت مخبيهم عندي لعرسنا. شكون هذا؟ ما تخافيش دوك نروح نشوفهم ونولي. بعد ما طلعت وحدي وبعد ما تربيت وحدي رجعت انت فسدت لي حياتي. سعيد ولدي. ما تقوليش ولدي. عيشة. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبة. واش تحكي واش تخلي؟ كاين شي ناس هكذا قلوبهم حجر وجوههم صحاح ما يحسوا متحرك فيهم حتى شعره. حتى سليمان هذا طول ضرب ساعتين وهو ثم. ما تقلقيش اختي ما تقلقيش، بالك غير مسعف ونكون بعد هذا السفر هذا. والله ما على بالي واش بيها. يا ربي وقدر الخير لويزا اخويتي. تخلي بنيتها هكا صغيره. خالتي من الخير انا نري نطلع نريح شويه باش ما يكونش جديد. قولي قلت له بديلو تمشي لجنازته. خالتي حسبت لك صح ما عنديش قلب. يسمع يقول بصح عايشه ثاني عندها بنتها وتسحقها في حياتها. قولي بها حب عيشه. ما تخافيش يا ركي، خايفه عيشه تموت وتربي بنتها بعدها. ياكي غالطه عيد الشر عليها. بعيد الشر تفعلي من لقيتي ما تفولي. زينب عندها جديها، عندها شكون؟ روحي روحي ارتاحي روحي، وقفت لي لهناك الشمعة. يلا برك تنوض عايشة توري لك ليلك يولي نهارك ونهارك يولي ليل. خزري فيا مليح خزري. وجه الشر يا اختي وجهك صحيح. واش حاب عندي؟ حبيت نهضر معاك برك. راح ارقد. واش ما رقدت واش ما بقى؟ ها المخلوق عاد تموت فوق انت تقولي نرقد. هاني نهضر معاك برك هادي وروحي ترقدي. اسمع يموت على روحه، مام انت لازم ارقد بكري داويه. بغيت نقول لك حاجه. يلا. بغيتك تحلي لي هذاك شو يسموه؟ الفيسبوك هذاك. فيسبوك غدوه. غدوه؟ وعلى وعلى، ارجع اللي فيه كوري خلاص ودركا. ما يخلصوا، قلنا غدوه داويه. نقول لك صح صح. والله ما كنت ناويه ما كنتش مزروبه بصح كي شفت سليمان تزعزع المشاعر تاعي. سليمان مش كلي انا ما عباليش بسليمان. لا على باليش بيها. ايه يا بنتي انا نحب سليمان ملي كنا داي صغار ونقراو كيف كيف، هو مش شديها فيا هذاك ما كان. انت بهلول، فيسبوك كاين رجال معمرين قال الوان. قال الوانه خضار صفار احمر. ها حبني انا ما قلت صفار احمر اخضر، قلت كسير طويل داويه. انت بهلول انت. يلا روح ارقد. شبيك مخلوقه خه. انا نقول لا الرجال خلاص هما ترانا كي ترانا في الفيسبوك. يلا روح بغيت نصار معاك. ها دي يومي وانت ههبني داوي خرجني مع عقلي. ما تزعفيش مني. لو كان كاينش ما يصالحش والله ما نسامحكم. جيت قلت لكم بالواحد هي حابه تموت. صدوا ما سمعتونيش واستهزيتوا بها الدرتي. خلاص على بالي عندك الحق، انا الاول اللي كنت غلط وما سمعتلكش. انت الاول اللي تضارب معايا على جال انا نشك فيك. ظهرت انت اللي ما ديش فيها كونفيونس. شي ما نديش فيه كونفيونس، غلط ما وخلاص. واش خسرتوا لو كان رحنا شفناها دقيقه؟ انتم خممتوا غير في روحتيكم. ما خممناش في روحتينا، ما تقلقيش روحك، ما يكون غير خير ان شاء الله. خلاص سليمان راه معاها ما يكون غير خير. كون قعدت معاها وما خليتهاش وحدها. اسمح لي اسمح.
هالوي وش راك؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. هاني بدال الحاج بدال الحاج. هيا صح صح دوك شويه صح صح. الهادي وصاني على واحد الدواء باش نجيبه له نسيتو كاع. هيا نروح. وعايشه خليها ترتاح. تعالو كان تفطن. انا عطيت لها دواء قوي مع الفجر نعاودو لي نشوفها. معليش هاني معاها حتى نتفيق. سلام انت اللي نورمالمون تفيق، هذا بسبابك انت هو الكبير تاع الدار. احشم فيق. تيزا راح قعد ما عام. شفتي طول ربي يجيب الخير. عاودت سليمان غير الخير ولدي واش كاين؟ خالتي هاني درت لي عليا والباقي على ربي سبحانه. واش صار لها الطفله؟ قول احكي. ماتت؟ ما ماتتش. ما عندي ما نقول لكم حتى ندير التحاليل تاعي. موضوع ان شاء الله نقول لكم واش بها. واش لازم عليا نديرو نديرو غير قول لي. ماتكم ما ديرو راهي مع راجلها وكاش ما تحتاجو عيطوا لي. في الأمان خالتي. يعطيك الصحة وليدي تلقى الخير. سلمان سلمان معليش نسقسيك. تسقسي شو يسموه الباسبوك تاعك؟ سلمان الفاسبوك يا سلمان. شبالك تقولي بلي ما كنتش حاس بيك؟ صح ما عشت معاك قصة حب بصح انتي مرتي وبنتي تأمني بربي. والله ما نقدر نيماجيني الدار بلا بيك. والله والله ما نسمح لروحي لو كانت صرا لكاش حاجة. يوم صح فقت بلي اللي نحبك عايشه ونحبك بزاف. واش انت ياك الحزن قال لك راكي في جنازه؟ واش ما حبيتوش تسمعوا لي؟ كنت نقول لكم بلي راهي في حاله. هي انت كانت كاتبه مكتوبه في الجبين تشوفها العين. كامل كنا حاسبينها قادره وراح تفوت هذه المصيبه. كنت محطمه ليل ونهار تبكي ما تاكل ما تشرب. ايوه أمير هز مرتك وطلع عليا اللي فيلم كفير. معليش روزة أنا طبعا نريحو إن شاء الله غدوة عايشة تبقى بخير. قولي مول خير ولدك صح راه مع مرتو راه مع الثانية؟ بعقلك راح تطيحيني. اقعدي لكن بعد شي هذا اللي صرا وقلبو زاد ما حنش. انا ثاني لولدي لا نعرفه بدلهولك في السبيطار. والله يا انتي ان شاء الله ان شاء الله. امي ضحك وامي بكي. سلام روح تريح شويه وهضر روح شوفها. ما جانيش رقاد. روحي انتي ريحي. دوكا تقعد هكا يقالكم سليمان غدا كلش يبان. انتي متحسيش؟ كيفاه؟ ما عندكش قلب؟ كيفاش نخليها في هذه الحاله ونروح نرقد؟ هذاك صحه الله يعطيك الصحة. أنا اللي جيت نقول لك روح تريح وخليني أنا معاها. قاع باغا ما نقعوش ندير في الدار ما يعجبكمش. بنوي سارة خير ما تقلقيش مني الغلطة تاعي.
لو كان ماشي انا ما تلحقش لهذه الحاله. واش معناتها ندمت كي تزوجت بيا وقيلا؟ استغفر الله ليه الله ما عندها. واش بغيت نحكي معاك زوج كلمات تشعل فيك النهار؟ تكلمي شوي. المراه ما نعرف راهي بين الحياه والموت انت تقولي لي ندمت لا تزوجت بيا والله ما ندمتش. ولا نسيتي باللي عايشه مرتي؟ كاش نهار خليتي ننسى؟ بنوي صبحي على خير. صلى الله وسلم. صحيت خويا لباس؟ عشان نشوفه رزا. كثر خيرك اختي. لو كان ماشي انتي لو كان رقدتو خليته. مش حسن لها مشي غير انت والله. حتى انا قال نهار يقول لي شوفوا عايشة شوفوا عايشة راح يصرا فيها حاجة حبة تقتل روحها ما امنتهاش. الحمد لله خرجت سلامات. انا جامي كنت حاط عايشة تلحق لهذا الحالة. سلام متقلقش روحك زين راح تبات عندي اليوم. كثر خيرك اختي ديك صح. عمري ما شفت سلام عقله طاير على عايشه كيما البارح. شفتي خوتي يا اخي تحبي الصح الصح. سلام قلبه حنين بصح ما يعرفش يتصرف. هذا راهي ريا يتخيلوا بعد ما حبها تموت في راسك يا زيني هدرتك يا مخلوقه. هي قلت برك يا اخي شفتوا المسلسلات نتاع درك كي يبدا يحب فيها هيا يموت واحد فيهم. وحدي احنا عايشين مسلسل درك. يلاه يا ربي هاني قلت برك. هاي جات قمره وجابك انت. كيفاش وجابني؟ من البارح وانا نعيط لك وانتي ما تهزيش عليا قلقت عليك. وانا لا تهب التليفونات في عايشه راهي بين الحياه والموت. واش صرا لها؟ علاه ما سمعتيش؟ هي قتلت روحها. ياي ما ماتتش الحمد لله. روزا لحقت عليها قبل ما تطفى. روزا انت نسيتي الحكايه كامل وقفتي لي غير على كلمه روزا. واش راهي درك عايشه؟ ها ويني قالت عنا هاو معاها سليمان معزة. هذا كل من زوجة سلام. هي عمتي الهدية بيت هنا خاطر البارح ما باتش معايا. يا خلايا تقلقت عليه. هنا وين بات؟ وانا وين عبالي؟ البارح عيطت لك نسقسي عليه وانتي ما هزيتيش عليا تحيرت عليه. فرق نسقسي الحاج وامير بالك شافوه. مشي من عوايده. هي مات هادو كامل وهو وامير والحاجي وشوش مع بعضهم. واش كاين ما بيناتهم؟ اي وهما يحكيو ها وكلش ستري متري. انت اخوك اصلا مصوفش كاش ما راهو طاير كاش بنديه جدد راهو سارح معاهم. الزمي حدودك وعرفي واش تخرجي من فمك. ما تقوليليش ما راكيش تخمي فيها ام الخير والخوك وتعرفيه. هيا هيا خالتي لويزا بعد ما خرج من الحبس خويا ما نظنش يزيد يغلط. وزيد عمي الحاج نهارته وهو يعس فيه. هيا الله يا ربي انتوما بغي خلونا نلتو في الطفله اللي ممدوده الفوق. وخويا تان نشوف وين بات. سكتونا على وجه ربي. انا وين وانتوما وين؟ حزيه شبيك وين رحت يعني نهدر معاك وين غصتي؟ انا كي حبتني نروح راني غير هنا. تبقاي غير تخمي هكذا ترجعي غير في قلبك حبيتي تقتلي روحك. ما يستاهلش نقتل روحي على جال تخافيش. مازال ما هدرتوش هضر له. هذه هي المرة التالية اللي حنهضر معاه. موت ونعرف وش اللي بدلو رايو هكا. بالك عنده دي بروبليم او يسي يحلهم وكي يحلهم او يرجع. شحال وحنا في هاد الحالة حاجة ما راح تبدل روزا. تقوليش هكا. حتى انا وامير واحد المرة كنا حابين نتفارقوا بصح شوفي دوكا انا متزوجين واني مرتو. ماشي كيف كيف روزا. امير ما سمحش فيك. اسمح فيا مرة اسمح فيا كي خمم بلي بابا الحاج ما يقبلش. وهداك الوقت ما كنتش عارفه بلي كان خاطب. جاب 4 شهور ما هدرش معايا.
أمير خويا؟ إيه أمير خوك. وزاد قالي أنت من عالم وأنا من عالم واحد آخر. قالي أني خايف لو كان خليك. قلت خلاص. حتى أنا جبت 4 شهور ما هدرت معاه. قعدت نبكي و... إيه؟ ومن بعد؟ ومن بعد جازوا الأيام وعودنا تلاقينا وفهمنا بلي هذا هو المكتوب والمكتوب ما يتبدلش. آه يا روزا شحال راني متمنية نعيش قصة حب كيما هاد. حتى عيشيها اليوم ولا غدوة. ايه ها جا السبع وين كنت بيت البارح؟ واش صرا لك شبيها يدك؟ يلاه يا ربي يلاه الطفل هذا من مصيبه لمصيبه. علاش راكم مقلقين؟ ما تخافوش. كيفاش ما نخافوش؟ هذا واش بيه؟ قاس بالطوموبيل حاجه خفيفه. ها وتقاس بالطوموبيل حاجه خفيفه؟ ما بيا والو عمتي خير راكي تشوفي فيا ضربه خفيفه والحمد لله. وعلاش ما عيطليش؟ فهمت على ما نحبش نعيط. ياك ولا باس بيه واش بيكم مقلقين؟ الهادي واش بيك خير؟ ما كان والو اختي اكسيدون واني بخير الحمد لله يا ربي. ما شفيك؟ خليكم مني مرت سلم واش راهي؟ لاباس عليها. ها واش من لاباس احنا نستناو في سليمان نشوفها. هيا مالنا نروح نشوفها. ردوا بالكم عليه. انا نروح معاه. اروح انت اروح تتك. روحي جيبي مخاد لخوك من بيتي يلا اروح ريح. اتكسل اتكسل. تكسل حتى تجيب لك مخاد. يا تكسل برك انت جاتك على الصباط ولا اخي حالي يا اخي. داويا صباح الخير اختي. صباح النور. وين رايح روزا؟ انا حاند عيشه نشوفها طلع عليها. ديو ميو روح نشوف الفيسبوك تاع عود. اقعد انت تاني داويا هبلوني انتوما كمل هبلوني. كنا خطوه 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 داويا يا هبلوني دولت خالي ماني اضحك داويا. مانيش نبان انا. كتباني ليه واش عندك؟ يومين ما هدرت معايا ما شفتك ما تلاقيت بيك. كي تشوفي فيا مشغول زهرة. وعلاش راك مشنف عليا؟ علاش انا حبيت نقتلها؟ انا مشنف عليك؟ لا عمري مشنفت عليك ما والو. ها كي تشوفي في الشباب شكون اللي راه يموت؟ مرتي راهي تموت واش حبيتيني نكون فرحان؟ انا ماشي مرتك زيادة. تيفاني مرتي يعني مرتي باينه بصح هي محتاجتني هذا الوقت بزاف عليك. خلاص شو ديزولي شو ديزولي كرهت اللي وقال مانيش نخرج من البيت حبسيني في هذا البيت خاطري. خرجي ريحي معاهم شويه في الصال. لا باش نسمع نونو باش نسمع الهضايره ما كلف. واش حبيتيني ندير لك درك زهر؟ هاكي تشوفي فيا مرتي راهي تموت بنتي ما كانش ما كليت ما شربت ما قعدت ما رقدت باش تقولي لي ضاق خاطري واني ما قدرتش شويه صح يوم بعد صح. استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. شهر العبادة والرحمة والبركة فيه تصفى قلوبنا ونتلموا مع عائلتنا وحبابنا. وفي هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر يستفيد من 30 جيجا مهداد وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الأنترنت كما تحب. بالجيمينج مواقع التواصل أفلام ومسلسلات أخبار ورياضة والتضامن Thank you.
واش هي عايشه الساع؟ عايشه هاي لاباس، خليتها مع سليمان وروزا تريح شويه، قلت نشوف هذا واش راكل هادي. انا لاباس الحمد لله. يا لطيف عينو تفلقت فينا. معليش خيتي الواحد يحمد ربي نقولوا هكذا ولا اكثر. ان شاء الله دفعنا بلا، ان شاء الله ان شاء الله تفيق عايشه برك. امين يا ربي امين. عايشه مره ونص بمية راجل تعيا وتقف على رجليها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خيتي. وانت الهادي وين كان عقلك؟ كنت نسوق خرج لي حلوف قلب لي حياتي خالتي لويزا. خلايا يا حلوف، لا الحلال في خرجوا للطريق. حياتك طوموبيلتي بصح ما تخافيش، هذو الايامات نقطع لي رجليها. لا وانت راح تعاود تلقيها الحلوف تاني. على بالي مليح وين يدور. مو الخير انت يا قيله، قلت خوك عم بالكوب يا حليلو مسكين. الضربه جات في راسه. طيب شفتي ربي يجيب الخير. بصحتك. نشربش؟ لا انا شربت سنكه وطواله. لا لا تي تاني مول خير، طفله تقول اشرب قهوه يقولها ما نشربش ويشرب بالسيفه. هاتي هنا انا نشربها. والله تستاهلها ام الخير. بصحتك خيتي. ما كان شويه كوكاوة؟ صبي لي فنجان انا تاني. ماما ماما لويزا خالتي ام الخير، خالتي في الطوم عيشه راهي فطنت. الحمد لله سلامت. الحمد لله. سمعت؟ خليني نشوف مرتي. صبر نفهمك. واش تفهمني واش تفهمني، خليني ندخل نشوفها. سليمان خلي سلام ولي يدخل هكا باش تفرح. روزا صبري فيا، مرتك قريب ماتت. بعيد شر. هي وطفل. طفل واش من طفل؟ افرح مبروك عليك خويا. اوه اون سانتي. مبروك. الحمد لله يا ربي الحمد لله. صح الحمد لله من الخير، والله فرحت لك من قلبي. الحمد لله كي تجيب الولد من بعد فرحي مليح. واش قلتي؟ ما قلت والو من الخير، ما قلت والو، قلت ان شاء الله ربي يكملها على خير وتجيب له ولد ان شاء الله نفرحوا به. المهم انا مازال ما قلتلهاش بلي راهي حامل، وحبيت ندير لكم مفاجاه عليك. يعطيك الصحه سليمان، هكذا نقدر ندخل انا نفرح. وعاد تدخل، وعاد تدخل، تدخل ام الخير عزوزتها وقلقانه عليها. انا قريبه لعيشه صاحبتها، انا نقول لها. علاش انا تاني صاحبتها وزيد بنت خالها راجلها؟ بلا عقل بلا عقل. سلا وسلا كيف طمت قالت لي حبيت نشوف عروستكم. ماشي قلت لكم انا صاحبتها. زينه ماشي انتيا، روزا. تقدري تدخلي روزا. معليش معليش روحي ادخلي بنيتي روحي، بالك تكون ما فاقتش برك قاعده تهترف. يمكن يا ربي. الله الله يبارك عليك ام الخير. يبارك فيك. عايشه هكا ديري في الناس اللي يحبوك. الله غالب روزا، وجهي اللي كان في قلبي ما قدرتش نحمله. دوكا عندك على وشك رايحه تعيش. مبروك عليك. او مبروك راكي بالجوف. تهضري صح. ندير درك؟ ما نقدرش نربي زوج ولاد وحدي بلا باباهم. كيفاش هكا حتى بلا باباهم؟ مش كي تهضري؟ روزا باباهم ما يحبنيش، ما نقدرش نكمل حياتي مع واحد ما يحبنيش. عايشة انتي ما شفتيش مسكين البارح، لو كان تشوفيه قلبك يتقطع. ليل كامل وهو معاك، ما
خلى ولا دقيقة بلا ما يجي يطلع عليك. خليه، هو خير حياته، من حقي أنا تاني خير حياتي. قولي شحك ربي هني ما مرتو. تقولي شحك عايشة دوكا راكي مقلقة، هاتني روحك خليه يجي يشوفك وسمعي. أنا حابة نشوفه. عايشة ما تخليش قلبك قاسي كيما هاك، مهما كان هو راهو راجلك وعنده الحق يشوفك. ها وبالك هاد البيبي هو اللي راح يصلح كل شيء بيناتكم. سمعي منو، عطي له فرصة. انتي وش حكاية عيشة اللي تحوس على روزة؟ ما قلتني أم الخير ني سلام. وش تحتاج منها تلقاها كي شي مسحقت كانش حاجة ولا ما على باليش؟ مسحقت برك هكذا نعول عليك عمتي؟ سكتي مشي وقتها. الهضرة هادي تاع مشي وقتها هي اللي خلتهم كسبتهم بالواحد. دركا عيشة ما على باليش شكون من بعد؟ عندها ما تقضي تشكي. سلام عيشة، هي حابة تشوفك. عيشة فقت يا عمري، اسمعني نجي نشوفها معاك. ها ريحي ريحي ريحي، معلاش خليها مو تريح يوم. قلت لك خليها تريح يومين تفوت هذا الشتاء وما تشوفها. اوكي الحمد لله على سلامتها، الحمد لله اللي ريحت. هاي أو زعما من قلبك؟ خالتي بعدها شي اللي صار ما نتمناش العدوية، وزيد بزيادة عايشة هضرتي ماشي عدوتي. أو بلوس يمات زينب. الحمد لله اللي ريحت دوكا. أما لا وجدي الكادو ومعاه من الباروك. إيه بس علاش؟ سلم راجلك راح يزيد يجيب الطفل الثاني. عايشة بالحمل يتربى في عزه إن شاء الله. إن شاء الله. وقعدي انتي كالخضرة فوق الطعام. على سلامتك عايشة، مبروك علينا. ما تزربش روحك سلام، هاتفل ما رحش يزيد. بعيد الشر على ولدي، كاش أم تقول على روحها ولا ولدها هكذا، وكاش أب ما لبلوش بمرته حية ولا ميتة. عايشة شوفي نفهمك. عندك ما تفهمني، هالطفل مش حيزيد وكلام الدنيا كل مش رح يبدل لي رأي. تكون روح لخالتي طيح لي هالتصاير. صح لا عايشة، على خاطر أني حاب هالطفل. له عشك حابه، كحب جيب بنادم جديد لهالدنيا يظلمه معاك. قطع يدي ليش بنتك ولا حوست عليها في هالأيام. أنا مطيشة هنا مريضة في حالة، وتلهي بمرتك جديدة عشك حبو. ايه هك حاب تكون بابت الحاج صغير. هي عندك مرتك، قولها تجيب لك طفل. كي تريحي نحكيه عايشة. ما عندنا ما نحكيه، عندي ما ندير بيه هاد الولد، ما نقدرش نربي زولاد وحدي. صح انا ما سمحتش فيك عايشه، ما سمحتش فيك. انتي مرتي ام ولادي وتبقاي مرتي. اه شكون كان يقول بلي انتي غلطه وما نحبكش وزوجوني لك بالسيف؟ ما شبعتش غلطات.
بصح بصح شكون اللي قالك بلي راح نسمح فيكم؟ أنا راح نطلق. شكيتها هدري عايشة؟ طلقني سلام. على بالك باللي الشي اللي راكي تقولي فيه عيب عايشة. لا عيب، مش قلت لي باللي حلال عليا ندير تانية؟ حتى انا حلال عليا نطلق. يعني ما تحبك ما تحبها. وش بيك ما تحبك ما تحبها؟ وش كاين؟ مرتك اونسنت ما تقولي ما تحبهاش. وش كي تهضري؟ ياك شي مره كذبت عليك انا؟ خلي بالك من الاول باللي هي عزيزه عليا وراحين تعيشوا في دار واحده مع بعض. برافو. برافو، عطيها الصحة، خرجت قفزة. بصح فاش قفزة زعما؟ أنا البهلولة، شوفي شوفي فيا نهضر معاك، شوفي نهضر معاك، شوفي فيها هضري معايا في الوجه. وش بيك؟ وش كاين؟ حبيت تقتل روحها زعما ولينا في الأونسين هذا كاع باش ترجعك ليها. بصح علاه انا رحت حتى ترجعني؟ ديفوندي لي او لا حول ولا قوة الا بالله. انت كي على بالك بروحك واش راكي تحكي ولا ما على بالكش؟ كاش امرأة حابة تقتل روحها وتخلي بنتها وراها؟ اسمعني، مرتك تحب تدير بزاف لي الفيلم غير باش ترجعك لعندها ويعطيها الصحة. قدرت يومين ما تلاقيتش بيك ما هدرتش معاك. راك فرحان دوكا؟ اي فرحانة دوكا حيجيب لك الحاج صغير تهنيتو. الحيط صغير. بصح انتي منين تعرفي الحكايه هذه تاع الحيط صغير؟ هذا واش يهمك؟ تكلمي 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 سارة تكلمي. وكلا ما على بالك واش راكي تحكي. الحاجه الاولى مرتي ما قلتلكش نكرهها، قلتلك صح ما ديتهاش على حب. والحاجه الثانيه واش قلتي ليا؟ على خاطر ما همش ناقصيني مشاكلك. انا وخاصني ياك، انا وخاصني سلام خرجي من الدار. ساره قلتلك سلام خرجي من الدار. وين تروح؟ وراح تروح تلسل غالي هنا وراح تروح؟ ها جاي قالت لي طلقني وحابه طيح طفل. تهنيتي درك استرحتي؟ برافو عليك انت، فهمتي؟ كم راه باغي نعرف الصح؟ هل خير ان شاء الله. شوفي اختي، ما راحش نلومك كي خبيتي عليا، بصح على بالك بلي هذه حاجه تهمني. ماذا بيك تصارحيني انت قبل ما نروح نسقسيه؟ شكون سقسي؟ سعيد. صح هذوك نحكي لك، بصح توعدني ما تزعفش مني.
انا ما حكيتلكش على خاطر هو اللي قال لي ما تحكيش، وانا شفت حاجه ما فيهاش فايده وليت ما حكيتلك. وهذه الحاجه ما فيهاش فايده قمره. صح دوك نحكي لك ونفهمك. احكي. نهار كان يوصلني سعيد للدار، كنا مروحين في الطريق حبس انا وحيد جماعه، هود هو راح حكى معاهم وقال لي ما ديري والو، وقال لي ما تحكي لحتى واحد. واش كي تهضري؟ انا نحكي لك نهار يوصلني سعيد للدار، حبسونا جماعه كانوا في طنابل كبيره هكا كات كات. بس علاش راك تلومني؟ روح لومو هو. فهذا النار شكون يصورني؟ بس على ما قلتيليش هو اللي حلفني قال لي ما تهضريش. وهذا السعيد شكون باش يحلفك؟ علاش اش كاين هذاك الكل؟ انت اللي قولي لي واش كاين ماشي انا. هاني قلت لك كنا ماشيين في الطريق عادي وهما حبسونا في نص الطريق. واش قال لك عليهم؟ قال لي صحابو حبوا يلعبوا معاه. صحابو؟ ايه صحابو. قال لي ما تخافيش هادو غير صحابي حبوا يلعبوا معايا، خاف لا نبيع لك ولا نبيع للحاج. شوفي قمره تقولي حتى واحد باللي حكيتي لي ليا، فهمتي؟ بالك تغلطي. راك من نيتك نبيع بخويا على جل سعيد؟ شي يكون خويا ولا بابا؟ انا في الصح ما كنت جاي نسقسيك على هذه، بصح ملي حكي قلتي لي. مال علاش كنت حتسقسيني؟ خلاص ما يهمش. لا لا قولي علاش كنت حتسقسيني. خلاص من بعد نفهمك. هيا سلام. شو داوية دوك يجي يقولوا هديك بروفيل فيسبوك؟ ها شنو هي؟ لا لا اختي بالعقل عليا، تعرفين انا عشر رومية عقلي لي بعربية هاي فيها ماكلة. طب غير على ماكلة انت اسكت تو جاي. شوف قولوا اسم فيسبوك. اسم فيسبوك. اسم فيسبوك. سليمان وش عايشة؟ عرستك مليحة الحمد لله. قضية راح تشوفيها. ربي يعيشك وليدي وكثر خيرك. الله يسلمك. فطوم هاني من خير. سليمان يحتاج لك معليش. هذا الخير يا سيدي. ما نكذبش عليك ولا غير البقره تاعي ماهاش مليحه ماهيش تحلب. مو كتاش هذا المشكل؟ مصباح. مصباح كيفاش عرفتي؟ ما كانش لحني في الدار. نقول لك ما ديرش عليا هذا المخلوق هاي هبلت على روحها. انت كاش نهار شفت بقره تمد الحليب لما يحلبوها. المشكل ماهوش في البقرة، مشكلة في سعيد اللي ما راحش يحلب البقرة الصباح. هذه غير خرفت على روحها. بقرة تاعي عندي 12 سنة مربيتها، كنتي توريها ليا. المهم هاني قلت لك. ما تليش ما تليش عليها. ما علاش تجي معايا للزريبة نروحو نشوفوها. نشوفوها؟ ايه. ايه؟ هاي نروحو نشوفوها. ولا عجبني داوية بدا يفهم خطوة خطوة خطوة. سليمان داوية. تلت خالي. يا بنيتي الشي هذا راهو حرام. وانتي ما تخميش خلاص. خمي بعقلك. علاش حرام؟ يا خي وصغير. وكانوا صغير تقلت لي. يا ربي يلاه. يا سيدي ديري كما يديروا تاع المسلسلات. جيبيها سيدي للدنيا وهزيه حطي في كاش دار من الديار تاع الثلث الغالي. هكا ما تقلت ليش. ما قلتش حابه نقتلو، راني حابه نهنيه من هاد الحياه. هاي وتحبي تخليني انا شفايه العدياني؟ هاشاك خالتي الله لا يوصلني نخليك شفايه لحد. بصح ما قدرتش يا خالتي خلاص صبرت على كلش، على دخلاته وخرجاته وكيفاش يعاملني. بصح يجيبها لي هنا نقابلها ما نقدرش، ما قدرش نتحمل. يا هو انا مقابليني زوج دراي مت ما متش مش كيف كيف يا خالتي. هاللي نهضر لك هضره مليح. انا اللي معوله عليك انت هي كي نكبر. راك انت هي الحيط اللي راح نسند عليه ظهري. ومعزتك انت كي سلم ولدي غير واحده. انت بنتي اللي ما جبتهاش. الصباح هي قاعده تبكي عليك شغل امك. هاجه حتى هي تعرف بسطها عندي. بصح واش ندير؟ منها تشوي ومنها تكوي. اختي انا نقولك واش ندير. شوفي انت يا خمي ومن بعد زيدي خمي يا سيدي واصبري ومن بعد زيدي اصبري ولا ما عجبكش الحال يا سيدي طلقي. والله لو كان تسكتي خيرا فطوم. والله العظيم يا ربي ربي يهديك عيشة بنتي.
حاجة لازم نحكيو. الهادي خليني، راهي زهيت لي وراني فرحان، راح يجي تعنا طفل. يا الحاجة هذه الهضرة ما تستناش، لازم نقولها لك دوك. خير إن شاء الله. سعيد. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أريدو. رمضان شهر العبادة والرحمة والبركة، فيه تصفى قلوبنا وحبابنا. وفي هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر يستفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الأنترنت كما تحب. بلقيني مواقع التواصل، أفلام ومسلسلات، أخبار ورياضة والتضامن.